فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. شوف بقى مش لسه هخلقها ده جاهزة من الآن، جاهزة من الآن، جاهزة من الآن. دي بتدينا إيه؟ ليه في أعدة الجنة وأعدة النار؟ دي تطمين غاية الاطمئنان للمؤمن وترهيب غاية الإرهاب للكافر. لما تيجي تقول لابنك إن نجحت هجيب لك عجلة، خلاص غير ما تروح تشتري العجلة. ليه؟ لأنه يقول لك يمكن يغير رأيه، يمكن ما يبقاش يامها معاه فلوس، تقعد الخواطر تايه. لكن لما تجيب انت العجله كده بورقها وتروح حاططها كده في الصندره وتسك عليها وتقول له بقى نجحت يا عم العجله، يعني تبقى العجله ايه قدامك؟ يبقى اعدت دي معناها ايه؟ معناها مش لسه هينشئها. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال عرضت علي الجنه، المكت بتاعها كده اتعرض، ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت. يبقى يدل على انها ايه؟ على انها موجوده، مش لسه اوجده. لا مش لسه، هو ان وعد انه سياتي بها اهلا يبقى صادق، انما برضو علشان إيه؟ والواد بقى كل يوم كده يمشي يبص على الايه؟ على العجله ويطمئن، وكل ما يجي يكسل يقوم يشوف الايه؟ العجله. فانت ساعه ما تشوف الجنه اعدت كده والى اخره يقوم ايه ده يعمل فيه ايه؟ يخليه يشجعه على انه يذهب في الطريق اللي يوديه لمين؟ اللي يوديه للعجله دي. اهي العجله بالنسبه للصغير زي الجنه بالنسبه ايه؟ بالنسبه لنا. يبقى اعدت، وما دام اعدت يبقى ده كلام يخوف. وشوفوا بقى العظمه، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. انتوا تقروا الايه دي، القرش ده دليل على ان شيئا آل لك وكان لغيرك. مش معناها كده؟ الارث ان شيء آل لك وكان لغيرك. نقول له هو انت فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى علم واسع صحيح، وعارف الكافر كام ويعرف المؤمن كام، ويقدر يعدلهم الاعداد اللي يناسب عدد المؤمن وعدد الكافر، مش كده ولا لا؟ طيب لكن ربنا ما عملش كده، كل ما يخلق واحد يعد له مكانه في الجنة ومكانه في النار الاثنين، عشان ما تبقاش أزمة أماكن الاثنين. نعم، يقوم لما يدخل أهل الجنة الجنة، مش كده ولا لا؟ بقيت أماكنهم في النار خالية، واللي يدخل النار النار يبقى بقيت أماكنهم في مين؟ يقوم بقى اللي بتوع الجنة نقول له ورثوهم ولاد الكلب وخذوا الحتت بتاعتهم. يبقى إذن الذين يرثون الايه؟ كانت معدة لهم على فرض أن يؤمنوا، علشان ما نقولش أصل ربنا بقى أضيقها عليهم وما عمل أماكن محدودة فلازم يكفروا. نقول لا، دي معمولة ودي معمولة، دي أماكن هي ودي أماكن هي. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يقول أعدت، أعدت بهذا الإعداد وأعدت بهذا العدد الكافي لكل مين؟ لكل الخلق على فرض أنهم يؤمنون، ولكل الخلق على فرض أنهم يكفرون. وبعد ذلك لما يجي أهل الجنة الجنة نقول لهم خدوا بقى إيه؟ أماكن أهل الإيه؟ أماكن أهل النار خدوها. يبقى دي معناها إيه؟ الإرث بقى، يبقى أنت خدت حق لك بعملك وبعدين خدت الإيه؟ الإرث. ولذلك يجب أن تفهم أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة حق بالإيمان والعمل، وجنة إرث بالذين إيه؟ بالذين كفروا من بعض إيه؟ بعض معانيها. يبقى لما أقول أعدت، طيب إذا كان قال ربنا أعدت وخلاص وانتهت المسألة وقد صح أن القلم قد جف وأمور يبديها ولا إيه؟ ولا يبتديها، يبقى مدام قال كده بقى بالنسبة للكافرين وأعدت، مش لازم بقى يجيب يختمها كده بالمؤمنين؟ أم قال وبشر، وبشر
تلك هي النكاية الأخرى. النكاية لأن لما تيجي البشارة بعد الوعيد تبقى خطب على الكافر الأول وتبقى حلاوة في المؤمن الثاني. ولذلك هيقول لنا فمن زحزح عن النار، يوم يجي لنا الكلام عن النار كده علشان لما نعرف اننا مش هندخلها تبقى دي ايه نعمة، وان وقفنا على الاعراف حتى وبعدين ندخله الايه الجنة. هنا تلاحظ وبشر، البشارة دي عادة بخبر سار. احنا كنا في مرة تكلمنا عن الانذار يقابل ايه التبشير، لان الانذار اخبار بامر مخوف والبشارة اخبار بامر سار. قلنا انها كلها داخلة في مطلق الاعلام، اعلام بشيء. فقلنا ان كان اعلام مطلق نقول ده بس اعلام تعريف، وان كان اعلام بما يسر نبقى نسميه ايه بشارة. طب وان كان اعلام بما يخيف؟ قلنا لا، قلنا ان كانت هناك فترة لتلافي الامر المخوف يبقى ده انذار، وما كانتش هناك فترة يبقى ده اشعار. يبقى ده ايه اشعار لا مؤاخذة. يجي مثلا بتاع النور يجي يقول لك احنا هننذرك ان ما كنتش هتجيب مش عارف في ظرف 15 يوم هنقطع عنك التيار، ده يبقى اسمه انذار، مديني فترة فيه استطيع ان اتدارك الامر المخوف. لكن لما ما وديش يقول لك نشعركم بقى باننا قطعنا التيار. الله، يبقى ما فيش فترة علشان اعمل ايه عشان اتفادى الامر المخوف. يبقى اعلام فبشارة ان كان خبرا سارا بخير، فانذار من مخوف ان كانت فيه فرصة نتفاداه، واشعار ان لم تكن هناك ايه فرصة نتفاداه. مرة تأتي البشارة على العكس، لما تبقى بيقول لي وماذا من الخبر السار في قول الله على الكفار بشرهم بعذاب أليم، هل كلمة عذاب أليم ديا فيها خبر سار؟ ها؟ أهو ده اسمها إيه؟ البشارة التهكمية. البشارة التهكمية ليه؟ أم قال لك لأن ساعة ما يسمع كلمة بشر يمكن يعني يقولوا هيغفر لنا ولا هياخدنا، تمت إيه؟ نفسهم إيه؟ تستشرف وتنبسط، وبعدين نقول لهم بعذاب أليم يوم يحصل الانقباض. أوه، جمع عليهم مصيبتين. المصيبة الأول إيه؟ أنا ضربت مثل برضو في حلقة وقلت هب أن إنسان سجين ولا معتقل على مش عارف إيه، وبعدين عطش واديني كوب ماء وقعدوا ما يردوش كوب الماء، وبعدين حنوا عليه وجابوا له إيه؟ ساعة ما شاف الكوباية الماء مقبلة عليه استشرف للري، وبعدين يجيبها عند شفته كده وهو هيروح ضربها مدلقها. أيهما أنكى؟ إنه ما كانش يجيبها ولا يجيبها بالصورة دي؟ لا، يا ريته ما كان جابها. أدي كلمة فبشرهم بإيه؟ فبشروا. ولذلك قلت التنظير في ذلك، وإن يستغيثوا، كلمة يستغيثوا يعني يريدون من يخلصهم من عذابه. وبعدين ربنا قال يغاثوا، لما نفهم يغاثوا يعني واحد هيجي يطلعهم من الإيه؟ من العذاب. وبعدين فهمنا يغاثوا كده، يغاثوا بإيه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه.